السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل الأصحاب الأجمعين. أخواتي الحبوبات، كيف أنتم؟ مزيانين؟ على خير؟ كنتمنى كل واحدة تكون بالصحة والعافية. اليوم جيت قدمت معكم هذا القطن في الصفيفر. بديت بالوريقات، هذا اللون زيتي. هنا طلعت الوريقه كما كتشوفوا كيفاش الضربه بس كنوقف يدي، عاد كنبقى ندور شويه مع شويه، كتحسوا بشي فراغ، كترجعوا مع الخيوط. وهذه الدقه، هذه الدقه، ولا حنا كنقولوا لا، هنا في تطوان الطيمات حتى هما كيشبهوا الطيمات. الورقه كما كتشوفوا فنيه الخدمه ديالها، ديما كيدور والشمال ديك السبيعات اللي كيكونوا كيتكيو على الثوب حتى هما كنحركوا بهم، حتى هما كيدفعوا المرمى. صافي، اللي ما كيعرفش كيفاش يطبق غير يلاحظ مزيان، يعرف كيفاش الضربه ديال الابره كتكون مشه، وبشويه غادي يطبق، غادي يطبق ان شاء الله. كنزرب الفيديو حيت الخدمه باينه واضحه. عدلت شي وريقه بلا تسريع، الحق ضروري خصني نسرع باش ما كيجيش طويل. الوريقات كاملين، هاد السبول اللي فيهم هاد الوريقات كاملين، غنقيهم نفس الطريقه الخدمه ديالو. انا كنطلع الراس، كنحاول نوقف الابره وكنهبط معاها، كتحسوا بشي فراغ كترجعوا معاه، وغير بشويه عليكم حتى كتزيد كل حاجه كما هي. صافي، هنا كتضرب وكتوقف، كتضرب وكتوقف بالنسبه لديك الطيمات العرق ديال السبوله. هنايا شرتلت سقلي زيتي، زيتي مفتوح، ودخلت في قلب ديال كل شطيبه، كنعدل غير زيكزاك هيدا كنطلع وكنهبط، غير باش كيعطي واحد البريو في وسط الورقه. كل وحده كنطلع معاها ونهبط، عاود كنمشي لوريقه اخرى. تقريبا اللون فحال اللون، نتوما كتعرفوا مع التصوير ما كيبانش الالوان واضحين. حق طرزة الحرير بالزيتي، وهذا والصقلي بالزيتي. صافي، دابا غنمشي مع الوريقات كاملين. دابا هنا بدلت لون ديال الحرير، عدلت واحد الصفيفر مفتوح. دابا غنعدل الورده ديال المبره، الحق هذه هي الضربه الاوليه، يعني القلب ديال الورده عدلت بصفيفر مفتوح. نتوما كتشوفوا كنعمر ونعاود ونعمر، كتبقى التعميره شويه عامره. دابا هذه فقيتها في قلب ديال الورده، وباقي غنبقى واحد اللون اخر فوق منها. هاد الياسمينات صغيرين، هاد الياسمينات. هنايا بدلت اللون ديال الحرير، عدلت الصفيفر اللون ديال الثوب، كنعمر فوق هاد الياسمينات فوق الضربه الاوليه، كنعمر كنزيد نعمر تعميره اخرى صحيحه، كندي ونجيب الحق داكشي عامر، وكتبقي الزيكزاك في الحاشيه. نتوما كتعرفوا مبره ضروري الزيكزاك في الحاشيه ديال الطرزه، باش ملي كتفتح كتجرح مبره ما كيتسنسرش الخيط. المهم غنمشي مع الياسمينات كاملين بنفس الشيء، اللون صفيفر مفتوح من داخل واللون اخر مغلوق من الفوق.
دابا ملي ساليت مع ديك الياسمينات كنجي نهاد الوريضات حتى هما صغيورين. عدلت لون حمامي، الحرير في حمامي، كنمشي مع الوريضه كل شرفه كنطرزها وكندور يدي باش كتجي التعميره ديالها واقفه، يعني كل شرفه الغرزه ديالها واقفه. انتما كتشوفوا كل وحده كندور يدي معاها، كنبقى نقص العراض في ديك في الهبطه، عاو كنطلع كنبقى نفتح كتبقى تدور. انتينا غير كتبدا الخدمه غير ملي كتطلع كتبقى تدور يدك في الهبطه كتنقص، عاو طلع كتفتح العراض. انتينا كتشوف ملي كتكون هابطه كتنقص شويه العراض حتى كترجع للضربه الاوليه. هذيك غير حددتها معاكم باش تبان، باش تعدلوا التعميره تجي يجي من داخل مدوره. المهم الخدمه باينه واضحه، اذا ركزتوا مزيان غادي تعرفوا كيفاش كتضرب الابره باش تطبقوها. المهم مع هاد الوريضات هادو معاه كاملين غادي نخدمهم هيدا بالحمام. وريضات صغيرين دابا هنا ملي ساليت ديك الوريضات شبرت كوتيه كنفتح هاد الوردات هاد الياسمينات صغيرين كنفتحهم باش كيعطوني ديك الشكل ديال المبره، كنفتحو في الوسط كتقطع حتى كيبان طبعا ديك الصفيفر الداخلاني باش كتجي اللون الورده فحال اللي فيها مفتوح ومغلوق، كتجي الورده مزيونه المنظر ديالها هيدا فيها مفتوح ومغلوق. طبعا ملي كتفتحو كتفتحو بيدكم، ملي كتجرحو كتفتحو بيد. هنا شبرت التليفون بيدي باش نقرب لكم الصوره، وكنجرح بواحد اليد باش نوريكم كيفاش باش تفتحوا ديك المبره. يعني بالصبع ديالكم كتفتحوا ديك الخيوط هيدا وهيدا، هما اللي كيعطيونا ديك المنظر في حد المبره فحال مصوفه. باش هانتوما كتشوفوا كاين بعض الحاجات التليفون كيهبط ما كنفطنش شيه، ممكن يجي شكل حليل وهيدا. وطبعا الكوتشيه كنقول لكم غلفوا هيدا بالكاغيط، طوبلوها مزيان بالكاغيط باش ما كتاذيوش يدكم. هنا عدلت السقل اللي في الحمامي، عدلت الرميلات في وسط هاد الوريضات، الرميلات يعني غير نقشه كتبقى دور يدك تغربل. وهنايا في كل القنت ديال ديك الشريرفات ديال الورده كنعدل واحد التعميره خفيفه باش كتبان الطرزه فحال باليد. كنت التصويره ديالها نزلتها في انستغرام، شحال ديال الناس قالوا لي هذه الخدمه باليد، قلت لهم لا بالماكينه، وعليها قلت نزيد نثبتو ونقي فيديو عليها. صافي وكيمشي مع هاد الوريضات كاملين نفس الطريقه. دابا جمعت هاد الخيوط، ما عنديش مفتولين، الحمامي تسقل لي. غادي نشبرو في الثوب واحد شويه، وغادي نضوبلو هيدا مع بعضياتو، وغادي نلويهم. وانا غادي نعدل هاد الشكل هذا باش قلت لكم نهار اللي نزلت لكم التطبيق قلت لكم انا غنزكم ثلاثه ديال الغرز ديال انواع ديال الغرزات الفرنسيه، الغرزه الفرنسيه نتوما اختروا اي وحده اللي ارتحتوا لها اللي جاتكم سهله اللي غتعجبكم. انا هذه جاتني سهله كنعدلها، يعني غير كندور كندور الصقلي ولا الحرير، المهم غير كندور الصقلي كنشبرو بالماكينه كنضرب عليه بالماكينه صافي، وكتجي ديك القوقوات هيداك طالعين كيجي فحال عشيوش كيجيو عامرين في الوسط. هنايا مع التصوير
حتىك عاد كنشوف ان يدي كيبان كثر. مهم كاين بعض اللقطات هيدا كيبان واضحين، وما تخافوش واخا تخيطوا فوق منهم كيبقاو هيداك طالعين بالماكينه، كيبقاو صحاحين. غير ديك الخيوط خصكو عندكم 9 10، المهم كيبقى اختيار ديالكم شحال ما بغيتو. صافي كندور مزيان، كنقرب يدي كتطلع ديك هادي، كنشبرها بالخيط، كتجي بحال حميمسه تتدوين. وهيدا غادي نمشي مع القلوب هاد الوريدات كاملين. الورده مطروزه بالحمامي مفتوح، وهذا الحمامي مغلوق شويه تستقلي، كيعطي عاد شويه دبريون في وسط ديك الوريدات. دائما حاولوا تزينوا الخدمه ديالكم، تشوفوها بغرضكم فحال شي لوحه فنيه، نتوما خصكم تزيدوا وتنقصوا. بحال مثلا دابا هادي كان غير حمامي وصفار وخضر وزيتي، انا بغيت ندخل ديك اللمسه ديال السقلي في الحمامي والسقلي في الزيتي باش كيعطي واحد شويه ديال اللمعان لحيت قفطان ديال الحضور. حتى الجوهر غادي يدخل غير في القليبه ديك الياسمينات، حيت هذا قفطان واقف ماشي بالحزام ولا عامر، غير واقف خفيف، يعني غايجي حلو حليلو ديك الجوهرات غير في قليبه الياسمينات. هنا بدلت اتجاه ديك تريبي باش زعما تبان لكم الصوره واضحه، عدلت تريبي في اللوريد الماكينه. وبالنسبه لي كيقولوا لي الماكينه عندك ما كتصدعش، راه كنعدل المونتاج يا الحبيبه، كنعدل المونتاج، الماكينه حياني ما كتصدعش، الماكينه كتصدع ضروري، الماكينه كتصدع. كنقص الصوت من مونتاج ديال الفيديو باش كنهضر معكم هيدا باش كتسمعوا الشرح واضح وما كيزعجكم شي حتى ديك الصوت ديال الماكينه، لحيت كاين اللي كيتفرج غير كيعجبو يشوف الخدمه وصافي ماشي كيتعلم ولا هذا. وبهاد المناسبه كنشكر كل وحده اللي كتهاود معايا وكتخلي لي ديك الكلمات مزيونين في الكومونتير، نتوما كتشوفوا كنجاوب على كل وحده، كتر شي ملي كنجبر ماشي كتر شي، الاغلبيه كنجاوب على الناس اللي عندهم الايميلات بالعربيه، يعني كنعرف كتهضر معايا الاخت كنهضر معاها، ملي كيكون شي اسم ديال شي راجل هذا ما كنجاوبش عليه. باش كاين بعض الاخوات اللي معايا قدامين كاين واخا كيكون عندهم الاسم دخاهم ولا دراجلهم ولا هذا الايميل دراجل، كتكتب لي ملي كتهضر معايا كتكتب لي وهذا كتقول لي الاسم ديالها وكنجاوبها. وانا كنقول لكم انا تصاور الخياطه كنزلهم في انستغرام، واخا عندي فيسبوك الاغلبيه كندخل الانستغرام، كنزل تما التصاور كنشاركهم مع الحباب، ودائما كنخلي لكم الرابط ديال الانستغرام في صندوق الوصف. وانا كنتمنى تستافدوا وتنفذوا اللي كنقول من بزاف الاخوات، كنتمنىكم تستافدوا وتنفذوا، وبالفرحه عليا شي حد يطبق شي حاجه اللي كنعدلها ماشي مشكل. واذا كانت قناه تعدلها طبعا غتدخل فيها عوده التقنيات ديالها.
هادو مهم كيجيو ساهلين على باليد، كيجيو واحد المنظر منظر جميل، وكيجيو ساهلين على الإبرة والخيط، وغتجلس تخيط وهذا، غير كدور هيدا تقلي وكتشبرو بالماكينة. نحيد ديك الخيوط الزايدين، وهيدا غنكمل على هاد الشي. واخا كيكونوا عندي ديك الخيوط قلالين شويه يعني في الطول ديالهم، واخا هذا كنستعملهم. هي هي جهه اخرى عندي مثاليه كنت خيطتها، وقلت نشارك معكم الخدمه د جهه اخرى. انتما كتشوفوا ديك، انا ما نقولش الغرزه الفرنسيه، نقولها الغرزه المغربيه. الغرزه المغربيه كتجي المهم واحد الشكل مختلف، كتجي عاليه. هذه اللي خدمت معكم، انتما كتشوفوا كيف كتجي عاليه. قفيت نصفيفر مع هاد اللوينات هادو، جا مزيون، انا شفتو ارتحت له، جا مزيون. عدلت معاه الحمامي، حمامي مفتوح وحمامي هذا تسقلي، والزيتي هذا الزيتي، هذا الزيتي تسقلي، هذا اللون ديال الثوب، وهذا المفتوح ديالو باش انا نزلت لكم الرشمه والتطبيق ديالها، كنتمنى تكون واضحه عندكم. عملوا لا سكرين، انا كنقرب هايدا باش تبان لكم واضحه. عملوا لا سكرين، والله يعاونكم ويسهل لكم ربي في الامور، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.